محتاجين ان احنا لما نيجي نتكلم عن الطاعة، الناس في نص رمضان زي ما انا قلت لكم في البداية، يا ناس كملت وراحت وما شاء الله ماشية في الطاعات وفي كذا وتأمل على الله، يا ناس ما بدأتش وما صلتش ولا قرأت وحرمت نفسها من الدعاء ومن الخير. انا عايزة منكم ساعة واحدة، ودي وصيتي في البث ده، ساعة واحدة في اليوم، يا رب اجعلها 5 ساعات. انا طماع، عايزة منكم ساعة واحدة، يعني يسيروا على قدر ايه ابطأكم واقلكم، ساعة واحدة عايزاها منكم في اليوم، ساعة واحدة بس. الساعة ديت اقعدوا فيها مع ربنا، يا تقرأ يا تستغفر يا تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يا تدعي ربنا بكل اللي انت عايزه. يا رب يا رب، اللي عايز خلفة ربنا يرزقه، اللي عايز ربنا يسد دينه وربنا يا رب يسد عنه يا رب، اللي عايز ربنا يوسع رزقه يوسع رزقه يا رب، اللي عايز جبر بخاطر القلب يا رب، اللي عايز يبقى في طريق ربنا كذا. احنا بنغير على فكرة، يعني احنا بنغير، كل الناس دي بتحب ربنا. كل الناس دي بتحب ربنا، وكل الناس دي لها حال مع الله، كل الناس دي لها حال مع الله، كل الناس دي بتعبد وتجتهد في العبادة وما شاء الله عليهم في القرآن وفي القيام وهكذا وبتاع، واحنا مقصرين، احنا مقصرين جدا. في 15 ليلة عدوا، يا رب اجعل الليلة ديت منهم يا رب علينا، عتق من النار، اتعتق ناس احنا منهم، في 15 ليلة عدت منها النهارده يا رب ما تعدي، لو انت يا رب عتق رقبتنا من النار اقسمنا عليك بك يا رب، اقسمنا عليك بك وبحق حبك في رسول الله يا رب يا رب يا رب، اعتق رقبتنا النهارده يا رب، اعتقها يا رب، اعتقها يا رب، اعتقها يا رب، اعتقها يا رب. واحنا فين؟ مش عارف، مش عارف احنا فين. لما بنيجي نتكلم عن المعية ولما نيجي يعني نتكلم عن الأنس، أبدا لا نيأس أبدا، مهما حصل لا نيأس مهما حصل، ما نخليش دايما يعني جزئية إن الشيطان يوسوس لنا أو الشيطان يعني يأسك، يأسك من الرحمة ويأسك من الطاعة ويأسك من العبادة، هي دي الكارثة الحقيقية، هي دي الكارثة الحقيقية. تعالوا ندعي وافتكروا حاجتين، اوعى تعمل عمل وتشترط على ربنا اعطيني واعمل لي بالعمل ده، لا، اوعى ان احنا يعني نيأس من رحمة ربنا، لا لا، احنا بس بنغير، يعني بس بنغير عشان احنا بنحب ربنا واحنا عايزين ربنا يحبنا وعايزين نبقى دايما في جنب الله، وان ربنا يكبر بخواطرنا وما يكسرش ابدا بخاطرنا يا رب، اللهم امين ابدا ابدا، وان ربنا يكرمنا بكرم من عنده اللي احنا محتاجينه. فانا ظني، واسمعوا مني بقى الامر ده، فانا ظني، انا ظني ابدا ان الله سبحانه وتعالى ما هيضيعنا، وظني ان ما فيش قلب، الناس اللي بتتفرج عليا على البث دلوقتي مفيش قلب يعني مفيش قلب هيبقى مقبل على الله بالتوبة وبالحب وبالرحمة، وان ربنا وربنا وربنا يتركه. يعني ازاي يعني، يعني ازاي يعني، انا ظني ان الله سبحانه وتعالى ما هيخلي في قلبك يعني حب لله سبحانه وتعالى وقربة لله وانك انت عايز طريق ربنا وان كذا وان كذا وربنا يتركنا. ما تقرب الي عبد شبر تقربت الي زراع، تقرب الي زراع تقربت الي باع، ومن اتاني مشي اتيته هرولا.